فهذه مناسبة طبعا مهمة وكبيرة، الإهداء ديال هاد الحافلة من طراز العالي. نود أن نشكر السيد عزيز خنوس العمدة ديال المدينة، هذه مبادرة ديالو خاصة، وهاد الهدية من ماله الخاص كيهدي هاد الحافلة لفريق حسين تكادير بالمناسبة ديال بالمناسبة 76 ديال تأسيس فريق حسين تكادير. فهاد الحافلة غادي أولا غادي تساعدنا باش أننا نسافروا في ظروف جد مريحة، وكذلك لأن عندنا بعض الرحلات اللي كنا كنديروها في الطائرة ربما غادي نقصوا منها من الطائرة، لأن هاد الحافلة في هاد المستوى هذا كيمكن لينا نسافروا الجديدة، أسفي، الدار البيضاء، الرباط، وكاع هاد المدن، برشيد، ربما حتى فاس. فبالتالي فيها ظروف ديال الراحة وفيها حتى ظروف ديال الشغل، لأن فيها واحد لا سال دو غينيون، واحد قاعة اجتماعات، وفيها لا كليماتيزاسيون، فيها لو رولي ساتيليت كيمكن يتفرجوا في المقابلات الدوليه في التلفازه، وعند كاين وي فاي، كاين واحد العدد ديال الامور. فهنيئا لنا، ومره اخرى نشكر السيد عزيز خنوج على هذه المباراه، وكنشكروا الاسره ديال الصحفيين على المواكبه ديالهم، وكنشكروا كذلك الجماهير ديال الحسنيه اللي كتسول دائما على الحافله. الحمد لله الحافله هي جات الان، فهذه هدية للفريق حسنية تكادير، وكذلك فريق الجمهور ديال الحسنية. أولا هذا اليوم واحد الحدث تاريخي، حدث كبير. الحمد لله جميع أسرة ديال الحسنية ديال أكادير بما فيها مسيرين، منخرطين، محبين، منتخبون ديال 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 مدينة أكادير والجهة، اليوم تم التسليم الرسمي للحافلة اللي وعدنا بها المستشهر الرسمي ديال الحسنيه. كنشكروا من هذا المنبر بالصفه نيابه عن جميع اعضاء ديال المكتب المسير السي عزيز خنوس على هذه البادره الطيبه التي تنم على حب هذا الرجل هذا الفريق هذا باش يقطع اصوات ان شاء الله اللي كتكون هي راحه اللاعبين. الحمد لله اليوم كنتوفروا كحسنيه اكادير على حافله من الطراز الرفيع، من بين اربع او خمس حافلات اللي موجوده عند 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 الفرق هنا في المملكه المغربيه. اذا من هذه المنابر ديالكم كنشكروا جميع المتداخلين في هذه الهديه القيمه للحسين ان شاء الله، اللي غادي تواكبها ان شاء الله نتائج ان شاء الله اللي ترضي جميع الساكنه ديال مدينه اكادير ومحبي حسنيه اكادير كبيرا وصغيرا.